ابتدي من التايتل، من اللقب يعني، او يعني تخصص حضرتك. طيب. ايه هو التحول النفسي السريع ده؟ كل فعل في الدنيا يبقى احنا بنعمله يبقى نابع من فكره احنا مؤمنين بيها ومصدقينها وحفرينها في عقلنا اللاواعي. فالفعل ده ممكن في وقت من الاوقات ما يبقاش بيخدمك، يوقعك في مشاكل انت في غنى عنها. زي ايه يعني؟ رد فعل غاضب في سيتويشن ما ينفعش ان انا اغضب او اعبر عن غضب، سريعة الغضب، او دايما قلقانه لازم انجز ورايا حاجات ده كتير. طبع؟ لا، ده فكره محفوره في العقل اللاواعي ان ده الاوتو بايلوت بتاعك، انت ماشيه بالاوتو بايلوت. طب الاوتو بايلوت ده جاب مني، او اللي هو الطائر الطيار الطيار الاوتو بايلوت عشان ما بقاش اوتو بايلوت، بيبقى ده الديفولت، ده الطبيعي ان انت بتعملي كده لما بيحصل موقف ده. انا رد فعلي كده. طب رد الفعل ده ممكن ما يخدمكيش، او رد الفعل ده بيسيء ليكي. طب اعمل ايه؟ لازم اقعد مع نفسي. طب انا جبت ليه بعمل كده؟ ليه ده الباترن بتاعي؟ ليه دايما لما بيحصل هذا الموقف انا بيبقى ده رد فعلي؟ اي فعل في الدنيا ليه جدر محفور في العقل اللاواعي. طيب بنعمل ايه؟ نيجي نقعد، طب انت بتتصرف كده ليه؟ اكيد حاجه حصلت في وقت ما في حياتك كلها سببت لك هذا الطريقه في التعامل او الرد الفعل. طيب باسئله معينه بنرجع بالزمن للوقت اللي انت ردمت فيه العقل اللاواعي على الموقف ده اللي حفر فيك القناعه ديت. مره سين يعني موقف في موقف في موقف، بيبقى تلاقي الانسان بيبقى ايه ده، كل ده حصل بس انا مش فاكر ده، انا ازاي قلت ده. انت قلت ده لان انت عارفه ومخبيه مش عايز تقوله. كويس. طيب هل المواقف دي شكلت شخصيتك دلوقتي؟ هل انت راضي عن الشخصيه ديت؟ كل الناس بتقول لك لا. طب هغيرها ازاي؟ ناكس البليف، انت مؤمن في نفسك ازاي؟ واحد يقول لك لا انا يعني انا نحس، انا منحوس، انا دايما منحوس، انا باد لك، انا دايما كل ما اخش مشروع انا فقري. ايوه اكزاكتلي، انا فقري. طب خلاص حبيبي انت فقري، كل الكون هيسخر لحضرتك ان تبقى فقري. طب انت ليه جبت ده؟ منين وامتى وازاي وليه؟ فلما يعرف الجد ده جه امتى وازاي كونه، ان هو this is not me، انا كنت في وقت عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا واحنا صغيرين غير الوعي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فيعرف الروت كو السبب، الاساس المشكله فين. طيب خلاص عرفت، نعكسها بقى. انا فقر، لا اي ام، انا انسان عندي حظ كويس. دي نفس فكره انا مش قصير ازع انا طويل واهبل بتاعت الفيلم. بتاعت الفيلم صح دي. صح، بس لما اجي اقولها هقولها with believe، بإيمان، بإيمان بحقيقة ده الموضوع ده حقيقة. سيمبلي عشان كلمة واحدة، خلقتي في أحسن تقويم. صح، ربنا قال. وإحنا اللي شوهنا أحسن تقويم وخليناه مع وجه تقويم. أوكي؟ طب نرد بقى للفطرة. هقولها وأنا مؤمن بيها.